طبعا انا سافرت خلال الاسبوعين الماضيين وتاخرت عليكم، وطبعا بعد من العيد الى اسبوعين كمان تانيين بعد العيد كمان حسافر وانشغل، فان شاء الله حغطي موضوعين او ثلاثه بخلال المده هي، وان شاء الله لما ارجع من الاجازه حابدا لتحضيرات الكورس اللي وعدتكم فيه، الكورس المجاني طبعا اللي وعدتكم فيه اللي حيبدا ان شاء الله بشهر اكتوبر، وبيهتم او بيستهدف المختصين والمصممين اللي حابين يتعلموا تفاصيل تصميم الاناره. اليوم موضوعي ان شاء الله راح يكون عن مشروع اناره، كيف مصمم الاناره بيفكر. مشروع عباره عن مول، وفي بعض التحديات حسب متطلبات التصميم المعماري، كيف تصميم الاناره لازم قدر الامكان يمشي مع التصميم المعماري. المشروع عبارة عن متطلبات المشروع، مثل ما حكيت انه مشروع له متطلبات خاصة. المعماري او الفكرة الرئيسية بتصميم الانارة انه ما يظهر اي نوع من الانارة للعين المجردة لما الواحد يمشي بالمول، فلازم ناخد الاماكن هي اللي هي احيانا تبعد 8 امتار عن بعض او اكتر، ويكون تكون عبارة عن مثل بوكس، هذا البوكس لونه ذهبي، وتكون كل الإنارة داخل هذا المكان وتغطي المنطقة بطريقة متساوية بدون ما يكون في أي مشاكل بالإنارة. طبعا هذا مرفوض، هذا المقبول، فراح لكم أنا شلون حلينا الطريقة هي بمسافات أكثر، بعض الحالات بتوصل أكثر من 8 أمتار. عيني شايفين أنه 8 أمتار 6 أمتار حتى هي مسافة كبيرة. هي أماكن المربعات، كل مربع أو كل صندوق عبارة عن 20x20 سنتي، في أربع أنواع من الأجهزة راح أشرحها ليغطي كامل هذا الفراغ، فعبارة عن أقل عدد ممكن يمكن نشاهده بهذا الفراغ من كشافات الإنارة. مثل ما ذكرت مسافة كبيرة عبارة عن 8 أمتار، الكشافات الإنارة ضمن صناديق 20x20 سنتي، لونها ذهبي حسب المتطلبات المعمارية. أقل عدد ممكن لتغطية هذا الفراغ تحقق بشروط راح هلا أذكر تفاصيلها أكثر. لحقيقة هي الشروط أنه تباعد كتير كبير، لازم يكون اللومن مناسب، لازم يكون في شروط معينة، حجم الكشاف جوا هذا البوكس العشرين بعشرين، تصوروا أنا حاطط أربع كشافات، لازم يكون حجمها كتير جدا مدروس، وأخيرا لازم يكون تتحرك بزاوية بحيث أنه تغطي المناطق البعيدة. فحورجيكم هلأ الأسهم، لاحظوا الأسهم، ففي أنواع من السبوتات أو سبوت لايت من الإنارة موجه ليغطي الأماكن البعيدة، راح أشرح أكثر بالتفصيل وارجيكم شو نوع الأجهزة اللي أنا استخدمتها. هذا البوكس أو هذا الصندوق اللي هو 20x20 في كشافين خطيين، هلا حورجيكم إياه على الواقع، وفي 2 سبوت لايت متحركين، فيني دور الراس وحرك الراس بزوايا. طبعا اخترنا الأحجام بدقة كبيرة لحتى تكون كل الكشافات ضمن 20x20 بدون ما يأثر على حركة السبوت لايت إطلاقا. طبعا البوكس نفسه راح يكون مغطى من تحت بشبكة بحيث انه تخفي كل هي الكشافات وما تكون ظاهرة، ومن بعيد راح يبين بس البوكس. هذا الكشاف اللينير اسمه كومبار، وهذا اسمه أوسيرس، الاثنين من شركة إيركو، وهلا راح ورجيكم اياه على الويب سايت ورجيكم اياه على الطبيعة. أوسيرس سبوت لايت بيركب على سكة، الراس تبعه بيتحرك بدون ما ياخذ فراغ كبير. هذا طبعا راح هلا امسك عينه فيزيائيه واشرح لكم عليها اكثر. بالموقع، موقع شركتنا ايركور، شايفين فيكم تشوفوا التفاصيل عنه اكثر، في منه خيارات كثير، طبعا في منه زوايا اكثر من 7 درجات مختلفه. الزاويه اللي اخترتها اللي كانت بتناسب هذا المشروع هي الزاويه هي اللي هي 28 درجه، اللي هي نحن بنسميها فلوت. طبعا الكشاف الثاني عبارة عن داون لايت اسمه كومبار، طبعا بيميزه انه كتير رفيع، ففينا نركب 2 على الاطراف، والأوسيرس رح يكون بالنص بيتحرك بالاتجاهات. الزاوية اللي اخترتها طبعا، حتى كومبار فيكم تشوفوا تفاصيله كتير، انه هو بيركب بفراغ ضيق جدا كتير بحيث انه ما بيظهر.
الزاوية اللي اخترتها بكمبار هي نحن بنسميها الأوفل فلوت، اللي هي بتغطي مسافات كبيرة. طبعا ما راح فوت بتفاصيل أكثر، بس اخترت حجم طبعا 19 واط، لأنه كمان الحجم بيكون الطول تبعه مناسب لطول البوكس. كومبار على فوق وكومبار تحت، وبالنص أوسيرس. لما نشوف التفاصيل تبعهم بيتحركوا بدون ما يضربوا ببعض. هذا سبوت لايت أوسيرس، مثل ما حكيت إنه بيتحرك الرأس تبعه بدون ما ياخد حيز من الفراغ، وبالتالي ممكن يوصل لأماكن كتير بعيدة وهو ضمن البوكس. طبعا لازم تكون الدراسة انه ما يكون داخل بالبوكس كتير، مشان ما طرف البوكس يحجب الضوء، لازم يكون مدروس بطريقة مناسبة. هذا كومبار طبعا اللي حيكون راكب بالبوكس. طبعا انا حاطط التركيبة بالعكس، هي مفروض تكون بالسقف، انا حاطتها على الارضية للسهولة. بس كومبار حيكون على اليمين، وكومبار تاني حيكون على اليسار، واثنين أوسيرس بعكس بعض، لأنه الرأس الثاني بيكون بهذا الفراغ مشان حركه بالجهة المقابلة، وبالتالي بكون حققت الشروط اللي بتحقق المتطلبات، بحيث أنه نورنا المكان بأقل عدد ممكن ضمن بوكس بيبعد عن الثاني 8 أمتار، وهي مسافة تعتبر كتير كبيرة. طبعا هذا كومبار هلأ رح شغله مشان نورجيكم كفاءته، لأنه إذا ما كان اللومن والحجم، الحجم غير كافي، كمان لازم اللومن كمية الضوء وزاوية الضوء تكون مناسبة حتى تنتشر بالفراغ. رح شغل كومبار وورجيكم إياه. شوفوا هلأ الحيط ما عليه إنارة، الحيط ما عليه إنارة، رح شغل وشوفوا الفرق. لاحظوا شلون إنه هذا كومبار غطى مسافة كبيرة بهذا البعد. طبعاً على الكمبيوتر أنا درست الأبعاد بطريقة بتناسب التفصيل اللي عملناه. طبعاً بتمنى تكون الفكرة يعني واضحة. الهدف من شرح المشروع مشان نعرف إنه الإنارة المميزة اللي هي بتكون مريحة للبصر، كفاءة عالية، وبنفس الوقت ما تكون أعداد عشوائية وصرف عشوائي للكهرباء وإزعاج للعين. الدراسة أحياناً تأخذ ساعات، أحياناً أسابيع، أحياناً أيام، حسب حجم المشروع. بعض الدراسات أخذت منا أشهر، حتى يعني أنا بتذكر بدبي مول بالإكستنشن ارتفاعات 30 متر، فأخذت منا دراسات كتير كبيرة. فكل ما زادت أهمية المشروع وتعقيده زادت الدراسة. بتمنى وصلت الفكرة، وشكرا لكم.